يلا بينا حبايبي، النهارده هنعمل ان شاء الله صلى على رسول الله الاول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا على المطبخ هنعمل هريسه شطه حبايبي. يلا بينا نخش المطبخ، بس ما تنسونيش في اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ربنا يصلح حالي وحالكم وينور كل واحد منا اللي هو عايزه حبايبي. حطوا لي اللايك، حط اللايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا بينا على المطبخ يا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده حبايبي جايين نعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض هريسه الشطه حبايبي. دي بتقعد معاكي من السنه للسنه، زي ما انتم شايفين كده انا جبت الفلفل وغسلته، وزي ما انتم شايفين كده هنسمي اللي هي حبايبي قلبي كده، وهنجيب المفرمه بسم الله الرحمن الرحيم، وهنخرط فيها الفلفل كده حبايبي زي ما انتم شايفين. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ما تنسونيش في اللايك حبايبي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ماشي كده زي ما انتم شايفين، هنخرط كده الفلفل الكميه كلها. بيقعد من السنه للسنه حبايبي. ازاي بقى بحتفظ بيه انا؟ طبعا بخرطه كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده طبعا بكون غسلاه كويس، شايله القمع منه زي ما انتم شايفين كده انا غسلاه ومنضفاه. بتجيبي بقى الليمون، هتبقوا معايا واحدة واحدة حبايبي ان شاء الله، هنبقوا مع بعض بإذن الله واحدة واحدة يعني. وعشان انا بخليه احط مثلا منه السمك، احط منه للبدنجان مملح، على بامية، على اي حاجة بحطها. فانا مفصصة دول يا حبايبي بس توم، ما بحطش توم كتير. ليه؟ عشان لما نحشي بيه اي حاجة ما يعملناش ريحة جامدة في الحاجة، ويعمل انتفاخ للي هياكل منه. الحاجة بتبقى مريحتهاش توم جامدة وبتبقى خفيفة وكده، يفضل يعني ان احنا نعمله كده. ماشي كده زي ما انتم شايفين، هقطعه كله كده حبيبي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر كده. متنسوش تحطوا اللايك حبايبي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. خليكم معايا. بص حبايبي كده، وبنسمي الله بقى، بس مش بضربه، ان انا ايه اخليه يتعصر جامد. ماشي زي لسه شوية، لسه حامي 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 يعني. عارفة ان انا كده عاملة لكم دوشة، بس عشان تبقوا معايا واحدة واحدة حبايبي في اللي انا ايه بعمله كده. خليكم معايا. بص حبايبي عشان اساعده يتضرب حامي جدا. عشان اساعده يتضرب حبايبي معايا في الخل... في ال... في العجان في المضرب، حطيت له حبه ملح لان هو يعني كسرها، مش بص حبايبي اتهرست زي ما انتم شايفين كده، عشان نحتفظ بيه بقى ويفضل هو ده الماده، هي دي الماده الحافظه بتاعت حبايبي الليمون. ماشي انا جبت 3 ليمونات كبار وبعصرهم عليه كده زي ما انتم شايفين، بيقعد معاكي بقى من السنه للسنه حبايبي زي ما هو، ما بيجرالوش اي حاجه ما شاء الله، بيفضل في الثلاجه. بس اهم حاجه ما تسيبوش بره عشان الجو حر يبوظ منك. يقعد معاكي بقى، ساعات بيبقى موجود الفلفل وساعات لا، ساعات الفلفل الاحمر ده هو دلوقتي اوانه، الفلفل الاحمر موجود دلوقتي في السوق، فاللي عايزه تعمل حبه وتخليهم على اساس ساعات ما بيبقاش موجود يبقى عندك الحاجه يعني.
ويفضل يعني ان احنا نعمل كده بدل ما نروح نشتري من بره والحاجة بقت غالية. ربنا يرحمنا. طبعا انا حطيت ملح، بتحطي ملح بقى على قد ما انت عايزة يعني عادي، مش شرط اقولك تحطي قد ايه ملح. الملح اللي انت عايزة تحطيه حطيه، بس انا بحط له الملح كده هوت، وبيبقى برضو ايه لما باجي احشي حاجة بحط لها ملحها برضو، يعني الملح اللي بحطه ما بيبقاش كتير ان انا اعتمد عليه ان دوت كده خلاص. هملح بيه مثلا بذنجان، هملح بيه بامية، لا ما بيبقاش ملحه كتير. انا بحط ملح بقى وقت ما بكون هعمل بيه اي حاجة، بحط له ملحتين انا بس، عشان ايه الملح برضو من الحاجات اللي بتخلي الحاجة، من ضمن الحاجات اللي بتحفظ الحاجات دي، عشان كده حطيت ملح عليه. وزي ما انتم شايفين كده بعصر الليمون كله، الثلاث ليمونات. لو عاملة كمية بقى بتحطي ليمون اكتر، عشان الليمون زي ما احنا متفقين ان هي المادة الحافظة بتاعته الليمون. ماشي حبايبي، خليكم معايا. بص حبايبي، ملالي برطمان اهو بتيجي على الوش بقى عشان يفضل محتفظ بنفسه كده وبنفس اللون وما يعفنش ولا يبوظ. بتحطي شوية زيت من على الوش كده زي ما انتوا شايفين انا حطيت كده اهوت، وكده بيبقى تمام التمام حبايبي. بتدخليه بقى، بتقفليه حلو وتدخليه التلاجة، اهم حاجة ان انت ما يبقاش ايه داخله هوا. ماشي، والباقيين دول بفضيهم في اي علبة، دول بيبقوا استخدامي الاول بس. هي ما شاء الله حبايبي حاجة بتبقى جميلة جدا وحاجة نظيفة، وانت عاملة الحاجة في البيت انضف من اللي احنا بنجيبها من بره. احنا شفنا يعني، يمكن اكيد كلكم شفتوا الفيديوهات اللي بتبقى على النت بتوضح لنا ايه اللي احنا بناكله كده، ان انت تجيبي الحاجة وغسلاها ومنضفاها وعاملة الحاجة بنظافة، والحاجة بتاكليها وانت نفسك رايحة لها ونفسك قبلاها، مش بتاكلي حاجة انت مش عارفاها هي معمولة ازاي ولا مصدرها جاية منين. كده انضف حبايبي وافضل كتير. اي برطمان عندك بقى بتمليه ما شاء الله بيقعد معاكي قد كده حبايبي، يقعد معاكي بيقعد معايا كتير وانضف واحسن. يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ما تنسوش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. يا ريت تحطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك، بتنسوني في اللايك، ربنا يصلح حالي وحالكم. اعملوا مشاركه للفيديو عشان القناه تكبر بيا وبيكم. وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.